بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين مره اخرى اعزتي المشاهدين نلتقي واياكم وبرنامجكم يوميات سجين بعد اداء التحيه عليكم فاقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وقد عودناكم في هذا البرنامج ان نسلط الضوء على سيره ومسيره احد ائمه اهل البيت وهو امامنا السابع موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه وعلى ابائه الطيبين وابنائه الطاهرين وقد انتهى الحديث فيما مضى من الحلقات إلى الأسباب التي أدت بحكومة هارون العباسي وهو حاكم عصره آنذاك أن يودع الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في غياهب السجون وذكرنا من بين هذه الأسباب هو الانسانيه الرساليه التي كان يتمتع بها هذا الامام من كرم النفس وعلو المنزله وسمو الذات وامر اخر هو توجه النظر العقلي من قبل القواعد الجماهيريه بشتى انواعها بعلمائها بعظمائها بادبائها بعامتها هذا النظر العقلي توجه فنظر بالامام موسى بن جعفر هو الحاكم الشرعي الحقيقي والخليفه المؤتمن على عقيده الاسلام وعلى شرع الاسلام كونه يمثل امتداد جده المصطفى محمد صلى الله عليه واله وخلفائه من بعده الذين قال في حقهم رسول الله كما نص الترمذي: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وإن فعل هارون هذا بالإمام موسى بن جعفر ظناً منه أنه سوف يقضي على ذيوع شهرته التي ملأت العباد والبلاد والبلدان من الأقصى إلى الأقصى. فكلها تعرف سيره ومسيره الامام موسى بن جعفر الرساليه عليه السلام، وعندما سجن الامام الكلمه التي ينبغي ان نذكرها هنا اذا كانت حكومه هارون العباسيه تظن انها سوف تحجب هذا الامام من خلال قضبان السجون فهي خاسرة في هذه القراءة فكان للإمام موسى بن جعفر دور ودور رسالي كبير فلقد حاولت أنظمة الطغيان والظلم أن تحبس نبي الله يوسف عليه السلام إلا أن يوسف قد بدأت دعوته النبوية من داخل السجن واستطاع أن يؤثر بالمسجونين بل وفي السجانين وهذه الصوره تماما نستطيع ان ننقلها الى سجن الامام موسى بن جعفر عليه السلام ومن صور التاثير التي مارسها الامام موسى بن جعفر من خلال شخصيته عليه السلام هو مفرده العباده نقلنا لكم فيما سبق عندما قرأنا عليكم ترجمة الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء وهو يترجم للإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول ذكر الخطيب البغدادي أن موسى بن جعفر كان يسمى بالعبد الصالح لكثرة عبادته وتهجده في الليل ثم يقول الحافظ الذهبي حدثنا. بعض الاصحاب ان موسى بن جعفر كان يدخل المسجد مسجد النبي في اول الليل وله سجده يسجدها فيقول: قبح الذنب من عندي فليحسن العفو من عندك يا اهل التقوى ويا اهل المغفره يرددها ثم يرددها فلا يرفع راسه من سجدته الا عند الفجر عند الصباح. كانت صلاة موسى بن جعفر صلاة نوعية والصلاة في فكر الانبياء، الصلاة في فكر الاوصياء، الصلاة في فكر العظماء والاولياء في اسلامنا هي تلك الصلاة التي تحقق حركة حضارية ورسالية بين الشعوب والمجتمعات تجد ان نبيا من الانبياء قد اعترض قومه عليه في قولهم وهو ما ذكره الله عز وجل في شان شعيب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما كان يعبد اباؤنا يبدو ان صلاه شعيب كانت صلاه نوعيه يعني هكذا يقول صاحب جامع السعادات يقول كان صلى الله عليه واله وهو يتحدث عن الخاتم الاعظم يعني فيما ورد في الاثر عن سيد البشر صلى الله عليه واله يقول صاحب جامع السعادات يقول كان اذا اهمه شيء لجأ الى الصلاه وقرأ قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه الصلاه في فكر الانبياء هي الكلمه الفاعله الصلاة في فكر الأنبياء هي الثورة على الطغيان لأنها صلاة معنوية حقيقية وهكذا كانت صلاة الإمام موسى بن جعفر ينقل لنا بعض المؤرخين أن أول سجن اعتقل به الإمام موسى بن جعفر هو سجن البصرة وكان حاكم البصرة آنذاك هو عيسى بن جعفر ابن المنصور عيسى يكون اخ لزبيده زوجه حاكم العصر انذاك هارون العباسي عندما اودعوا الامام موسى بن جعفر في سجنه بقي عاما الامام معتقلا هناك في البصره لكن العجيب عندما سلطوا العيون والجواسيس والاذان من خلف القضبان لكي تراقب حركه الامام موسى بن جعفر هذا يعني هذا الفعل الذي كان يقوم به الامام قد اختصره هذا الوالي آه الذي هو ابن عم هارون الى هارون عندما رفع اليه تقرير قال له ان كانت لك حاجه عند موسى بن جعفر فخذه مني فإنني والله ما رأيت منه شيئا يسيء وكنت أن أنصت إليه من خلف القضبان لاحظ الرواية استدعت صلاة الإمام موسى بن جعفر وبعد التقارير التي رفعها السجانون لهذا الحاكم استدعت من الحاكم أن يأتي بنفسه ويقف خلف القضبان ويستمع إلى الإمام سلام الله عليه وهو يقول: إلهي كثيرا ما كنت أدعوك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك وها أنت قد فعلت، نستفيد من هذه الرواية أن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه قد حول من ذلك السجن محرابا يتألق به ويسبح في فضاء الملكوت مناجيا وداعيا ومتضرعا الى ربه هذا المشهد استدعى من هذا الحاكم ان يطلب من هارون ان ياخذ الامام اليه والا ان لم ياخذه يكتب الى هارون فانني سوف اخلي سبيله فما وجدت منه الا العباده والدعاء والصلاه امر اخر يتحدث عن عبادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ومدى تأثير هذه العبادة في السجانين وفي مدراء السجن. نقل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بعد هذه الحادثة، طبعاً بالمناسبة هناك بعض المرويات أن السجانين كانوا ينقلون خبر صلاة الإمام موسى بن جعفر عندما كان في البصرة. مما استدعى هياج اهل البصره. استنكار اهل البصره على اعتقال الامام موسى بن جعفر، وهذه من اثار صلاه الامام موسى بن جعفر، لان هذه الصلاه تذكرنا بالصلاه الحيه الحقيقيه لرسول الله صلى الله عليه واله وكيف هي صلاه اجداده العظام. نقل الامام موسى بن جعفر عليه السلام الى سجون بغداد. وأودعه هارون العباسي في سجن الفضل ابن الربيع هناك رواية عن أحمد بن عبد الله الشرويني وفي خبر القزويني والرواية أيضا تنقل من طريق ثاني أن هارون العباسي كان حاضرا فيها مفاد الرواية هارون يقف على أعلى سطح القصر القصر الذي فيه سجن الفضل ابن الربيع. يقول: فنظر من الاعلى قال ما هذا الثوب المطروح على الارض؟ فالتفت اليه الفضل قال ليس هو بالثوب هذا الامام موسى بن جعفر ولكن من كثره تبتله ودعائه وتضرعه وصلواته ومناجاته وصيامه وانقطاعه الى الله أضحى لا تميزه في نظرك ثوبا أم إنسان. هذا الإمام موسى بن جعفر وأخذ يقرأ عليه، والله إنه يصل صلاة الليل بصلاة الفجر فيسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلا لصلاة الزوال، يصلي الظهر والعصر ثم يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلا للمغرب والعشاء يصلي العشاءين ويفطر على قليل من الطعام ويعاود صلاته فقال هارون عندما سمع هذا الكلام والله إنه لمن رهبان بني هاشم استدعت صلاة الإمام موسى بن جعفر وفرضت على هارون أن يعترف على إن الإمام في حقل الرهبين اعترف للامام انه من العباد الصالحين فسلام على موسى وهو يؤدي صلواته وتضرعه ودعاءه الى ربه في سجنه وسلام عليه يوم استشهد وسلام عليه يوم يبعث حيا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>